مساء الخير. في خبايا وخفايا وقائع سنة 1967، قصة أعتقد أنها كأنها من قصص جيمس بوند، فيها كل عناصر الإثارة التي لا يمكن تصور أنها موجودة في مثل هذه القصة الدامية في حقيقة الأمر، لأنها قصة فيها الغرام وفيها الجاسوسية وفيها السر وفيها ما لا يمكن تصوره في مساق أو مسار أزمة من هذا النوع وعلى هذه الدرجة من الخطورة. لكنه هذه القصة هي قصة السيدة ماتيلدا كريم، وهي سيدة لعبت دورا شديد الأهمية في حرب سنة 67. وأظن أنه ليس هناك مؤرخ أو حد كتب عن 67 إلا وأشار إلى الدور الخطير جدا الذي قامت به هذه السيدة. يعني على سبيل المثال ويليام كونت اللي هو في مستشار مجلس الأمن القومي الخاص بالشرق الأوسط بيتكلم على أنه الرئيس جونسون كان بيسمع لها أكثر ما بيسمع لأي حد. أنا بقول شفت عشرات الكتب، وقصة ماتيلدا كريم فيها قصة أساسية، ودورها في كل العمليات دور لا يمكن لأحد أن يتجاهله. أنا قلت المرة اللي فاتت أنه في فأكثر من 80 كتاب في مكتبتي عن 67، على أقل تقدير فيها أكثر من 70 كتاب كلهم متكلمين على ماتيلدا ومتعرضين لها بالتفصيل، لكن بعضهم أفاض وبعضهم أشار. من الناس اللي أفاضوا على سبيل المثال دونالد نيف. أنا ما أقدرش أجيب معايا 82 كتاب أو 70 كتاب، لكن جبت 2 كتابين مهمين. واحد كتبه كاتب رئيس محرري تايم ماجازين، وهو كان مراسل لمجلته في القدس في وقت الحرب، وجايب واحد عميد المؤرخين الإسرائيليين أو على الأقل واحد من أهم المؤرخين الموجودين الصحفيين الموجودين، وهو أورين، لأنه كتابه أيضا عن 67 معتبر مرجع، وهو آخر أفاض في دور السيدة ماتيلدا كريم. فجايب الاثنين فقط كنموذج إلى جانب كتاب ويليام كونت، لأنه دورها مما لم يعد. الغريبة أن أنا شخصيا لغاية بعد الحرب بحوالي 7-8 سنين لم أكن متنبها لدورها، ولما حاولت أكتب كتاب، لأنه حصل لي مرة أنه في فترة ما بعد الحرب كنت متضايق جدا بالحملات الموجودة موجهة ضدنا من غير معنى سنة 67 وفيها شماتة، فكتبت كتاب فعلا وبعته، بدأ يتنشر في التلغراف على حرب 67. لكن تصادف في وقت نشره الوقت المقرر له أنه مقدمات 73 كانت بدت تبان، ولقيت أن موعد النشر هيبقى متطابق مع موعد الحرب 73 يعني. وبعد ما طلعت الحلقة الأولى والحلقة الثانية من الكتاب أنا وقفته، وحسن رئيس السادات اتصل بي في ذلك الوقت وقال لي ده سفارتنا في ذلك الوقت فيها السيد كمال رفعت سفير، وقال لي ده كتابك عن 67 يظهر بيتنشر دلوقتي وممكن قوي يعمل بلبلة. قلت له يا فندم أنا وقفته هذا الكتاب، أنا وقفته فعلا. بعت لورد هارت والرئيس مجلس إدارة التلغراف ورجوته أنه الكتاب يتأجل، وتأجل ولحد النهاردة ما طلعش. لكن هذا الكتاب أنا حسيت أنه دفاعي أكثر من لازم فيما بعد يعني، وأنه في حد مستفز قدام حملة موجهة إلى بلده من غير معنى وعنده الفرصة يكتب برا في العالم فكتب. لكن بعدها سحبت الكتاب ولم يصدر. لكن في هذا الكتاب أنا لم أكن تنبهت إلى دور ست ماتيلدا كريم، لكن فيما بعد وأنا بقرأ الوثائق وبقرأ الشهادات وبقرأ الكتب اللي طلع أدركت إلى أي مدى هذه السيدة كان لها دور كبير جدا، لأنها ببساطة كده كانت آخر قصة غرام في حياة رجل بلغ، هي كانت عمرها 38 سنة لما عرفته ماتيلدا كريم، عرفت رئيس جونسون، الرئيس ليندون جونسون. وأنا حكيت المرة اللي فاتت أنه كان عنده أقوال مأثورة منها غرامه بالسيدات يعني بالستات يعني، وهو بيقولها وده بيقوله في معرض الكلام عن السياسة، بيسألوه عن السياسة بيقوله بالستات. طيب هذه السيدة ماتيلدا كريم عرفته وهو عمره 58 سنة وهي عمرها 38 سنة، فرق السن 20 سنة. ويبدو لي أنها ست كانت فادحة الجمال أو على الأقل كانت جميلة. أنا شفت لها صور، لكن الصور اللي شفتها الصورة اللي شفتها كانت متاخدة لها أظن وهي ما بين في مرحلة 52-55،
باين فيها اثار جمال لكن ليس الجمال اللي بيوصفوه. يعني واحده مثلا زي هالسل وهي واحده من سكرتيرات جونسون بتقول انها لاحظت يوم ست شقره وجميله جدا، بتقول ستانينجلي بيوتيفول يعني جمالها ملفت، وانها داخله فايته عليهم في المكتب الرئيس وطالعه على الدور الثالث مطرح ما فيه قطه، مطرح ما فيه جناحه، جناح نومه وجناح عيلته. طبعا بعض الناس ممكن يقولوا ازاي حاجات زي كده تحصل بيت الابيض، لكن مع الاسف الشديد الضعف الانساني بيعمل حاجات. شفنا بعد كده كلينتون عمل ايه في المكتب البيضاوي في البيت الابيض على حال يعني، لكن على الاقل جونسون الست فت عليه وطلع معها فوق. لكن يبدو انه هذه السيده لعبت دور خطير جدا في حياه جونسون في هذه المرحله، ويبدو انه بالتحديد ان دورها في وقائع سنه 67 كان له أثر، يعني تقريبا تكاد تكون هي رأس الحربة في كل المناخ اللي كان محيط بجونسون، واللي كانوا كل المراقبين بيوصفوه أنه جو يهودي صهيوني متشدد جدا، وأنه ماتيلدا كريم كانت هي رأس الحربة في هذا الجو. لما أجي أشوف مين هي ماتيلدا كريم، لأنه أكتر حد تقصى من هي ماتيلدا كريم أظن كان دونالد نيف، ودونالد نيف كان عنده الحظ أنه يقابلها، او هو على الاقل الساعة بعد سنين طويلة انه قابلها. وانا شفت دونالد نيف وحتى كتابه اهداه لي سنة 92-93 في نيويورك، كنا سوا وانا حاولت اسأله، لانه كنت اكتشفت الدور الكبير قوي اللي عملته ماتيلدا كريم، وبدأ يحكي لي عنها وكلمني عنها. لكن على حال ماتيلدا كريم بدت هي مولودة اظن سنة 1927، وهي ابوها كان طلياني وامها سويسرية، ابوها وامها حبوا بعض في ايطاليا وخلفوها البنت دي، وبعدين قعدت مع ابوها في ايطاليا بعض الوقت، وبعدين او قعدت مع امها في ايطاليا بعض الوقت، وبعدين راحت لابوها في سويسرا. في سويسرا راحت تتعلم، بدت دخلت مدرسة وحاولت تدرس الطب، وبعدين وهي تدرس الطب قابلت جوزها الاولاني، او قابلت شاب من اصل بلغاري، مهاجر بلغاري بيدرس الطب في جنيف، ده بقى يهودي وصهيوني متحمس جدا، ومعاه في قصة الحب راحت معاه إسرائيل وقعدت في إسرائيل، وهناك تهودت، وهناك انضمت معاه هو إلى جمعية الأرجونز فاي، وهي جمعية الإرهابية اللي كانت تابعة لحزب حيروت اللي كان فيه مناحم بيجن، اللي كان بيرأسه مناحم بيجن. وجوزها هذا ثابت وفي المحاضر كلها وفي الوثائق كلها انه كان اشترك في عمليتين ارهابيتين كبيرتين، عملية اغتيال لورد موين وزير الدولة البريطاني المقيم في مصر في ذلك الوقت وقد اغتيل سنة 45، واشترك في عملية نسف فندق الملك داود اللي راح فيه عدد كبير من الضباط الانجليز 5 أو 6، وعدد كبير قوي من النزلاء في فندق الملك داود. وهي بعدين فيما بعد اعترفت وحتى قالت هو ممكن قوي حد يصنف عمل دانون جوزها على انه عمل ارهابي، لكن هو عمل بطولي بالدرجة الاولى حتى وان وصفوا بعض الناس انه ارهابي. لكن هي في هذه الفترة الست متطوعة في الارجون بتعمل عمليات بنفسها مع جوزها مع دانون ده، وهي نشيطة جدا في دوائر الارجون. بعدين في ذلك الوقت السلطات البريطانية وبتحاول تقبض عليه، الحركة الصهيونية هربته برضو مرة تانية إلى أوروبا، وهي ومعاه ماتيلدا. وبعدين خلفوا، هم كانوا خلفوا بنته هم في إسرائيل، هم قاعدين في إسرائيل. لما راحوا جنيف تاني، رجعوا جنيف تاني بشكل ما دب خلاف بينهم، لكن حاجة غريبة قوي إنه هي سابته لكي تتزوج رجل شديد الغنى وهو آرثر كريم. آرثر كريم كان أصله منتج إعلانات، عنده وكالة إعلانات في أمريكا في هوليوود بالتحديد، وبعدين أصبح منتج أفلام برضو في هوليوود، وكان هو يهودي ونشيط جدا في الحركة، في حركة جمع التبرعات، لأنه كومبينيشن بتاع إعلانات وعلاقات عامة مع بعض قريب جدا من عملية جمع التبرعات. واعتبر أنه آرثر كريم مع واحد تاني اسمه فاينبرغ صاحبه يهودي برضو
مهتم بالتبرعات وبيشتغل في نفس الشغلة تقريبا، انه الاثنين مع بعض والمجموعة المحيطة بيهم كانوا بيجيبوا نص التبرعات القادمة للحزب الديمقراطي، وده تقليديا اليهود المشايعين لإسرائيل في أمريكا هم تقريبا بيلعبوا دور رئيسي جدا في جمع التبرعات وفي الحملات إلى آخره. في هذا الإطار الست دي قابلت الرئيس جونسون، زي ما قلت هي طبق الأوصاف اللي شافوها، زي مثلا هالسل اللي كانت سكرتيرته بتقول إنها شقرة ومش عارف ستانينلي بيوتيفول وفادحة الجمال وملفتة يعني. ويبدو حتى من شهادة من كلامي حتى مع الرجل الوحيد تقريبا اللي قابلها وهو دونالد نيف واللي قعد معها طويلا، يبدو انه كان عندها ميزة انه جنب الجمال في ذكاء، يبدو انه مزيج الجمال والذكاء في ست بيخلي تأثيرها نافذ تقريبا، واذا كان لها اهداف تبقى تستطيع ان تحقق اهدافها بسهولة. في هذه الظروف والرئيس جونسون لازم نفتكر، هي عرفته سنة 65، لكن لازم نفتكر الظروف اللي كان هو جاي فيها. أنا حكيت بعض الحاجات على شخصيته، لكن 65 لو نفتكر كانت هي 65 66 67، كانت هي الذروة في معارضة حرب فيتنام، وكانت الذروة في ضيق الرئيس جونسون بكل ما يرى حوله، سواء مظاهرات الشوارع ومظاهرات الشباب وعمليات اللي جرت في الشارع الأمريكي، واللي وصفها نورمان ميلر كاتب الأمريكي العظيم في كتابه The Armies of the Night، جيوش الليل، كانت مضايقة جدا. وكان يعني كل اللي شافوه في هذه الفترة كانوا يشعروا أن الرئيس تقريبا في بيت أبيض تحت الحصار بسبب ظروف حرب فيتنام. جنب الراجل نفسه كان موسوس وكان عندوش، وجاي بعد كينيدي، واللي في البيت الأبيض ما عندوش ثقة بحد بشكل ما عنده، وهو جاي من الجنوب إلى الشمال، عنده من تكساس، هو جاي من تكساس وراح واشنطن، وإحنا مرات ما بنقدرش نصور إلى أي مدى الولايات حد جاي من الغرب على سبيل المثال، أو أي حد جاي من الجنوب، إلى أي مدى واشنطن تبقى صعبة جدا عليهم، لدرجة أن جزء كبير جدا من الحملات الانتخابية يتباهى بعض المرشحين أنهم ليسوا من واشنطن، ما هم ماشي من مؤسسة. لكن هنا بشكل أو آخر جونسون كان حاسس بنوع من الانكسار قدام المؤسسة، لأنه عائلة كينيدي وبروبرت كينيدي بالتحديد هو يعتقد أنهم أساءوا معاملته وهو نائب للرئيس، لأنهم أهملوه واتركوه. يعني نائب الرئيس عادة في البيت الأبيض ممكن قوي زي ما قلت المرة اللي فاتت أنه مهمته أن يتنفس لغاية ما نفس الرئيس ينقطع أو يتوقف، لكن في جونسون بسبب حساسيته الشديدة وسبب أنه هو كان منافس أيضا لكينيدي، كان حاسس بالإهمال، جرعة الإهمال الموجهة ضده كانت جارحة يبدو بالنسبة له. فكان بشكل أو آخر كان يعني لما دخل البيت الأبيض واضطر يستعين بكل الطاقم اللي كان بيشتغل مع كينيدي، كان عنده إحساس تجاههم بدرجة معينة من الانكسار والعدوانية في نفس الوقت، لأنه دايما أي حد منكسر في داخله في تعامله مع الآخرين يبان عدواني كنوع من السلب، من الدفاع عن النفس تقريبا، دفاع مبكر عن النفس. لكن أنا بلاقي أنه غرام هذا الرجل بهذه السيدة، هتكلم قبلها على درجة اللي هذا الرجل اتصرف بيها مع الست دي بطريقة مش طبيعية، وهاخد قدامي شهادة غريبة قوي قوي قوي، وهي من أغرب الوثائق، لأنها في أمريكا بيعملوا حاجة اسمها الأورال هيستوري، التاريخ الشفوي لما جرى، في الوثائق بتقول حاجة وفي التقارير الرسمية بتقول حاجة وفي التقارير الدورية والسجلات بتقول حاجة، لكن بيعملوا التاريخ الشفوي إنه كل الناس اللي شافوا حوادث مهمة بيقعدوا قدام ميكروفونات وقدام عدسات وإنه في حد بيسألهم في التاريخ. جم يعملوا التاريخ الشفوي بتاع الرئيس جونسون، طلبوا إنه ماتيلدا تتكلم فاعتذرت، لكنه زوجها آرثر، وهي غريبة جدا من الحاجات إنسانية لطيفة جدا أنه الزوج هو الذي تكلم في هذه الحالة، بدأ يحكي بيسألوه أسئلة كثير قوي، أولا على العلاقة، على الصداقة والعلاقة. فالراجل بيقول أول يوم، لأنه هو فوق الراجل أنه الرئيس مهتم جدا بيهم، يعني
بيهم ده مجازا، لكن هو بيها الواقع الأمر مش بيهم يعني. فهو بيقول الراجل بيحكي على أول يوم راحوا البيت الأبيض، بيحكي على أول يوم راحوا الكامب ديفيد معاه سهرة، بيحكي على أول يوم راحوا فيه مع الرئيس جونسون في مزرعته في تكساس. روايته أنا بعتقد إنها مش بس شهادة على الدور اللي عملته ماتيلدا كريم، لكن أيضا على التأثير الذي مهد لها كي تقوم بهذا الدور. يعني أنا لما ألاقي أول يوم في كامب ديفيد على سبيل المثال، ولاقي كيف تصرف الرئيس، لا هنا بتكلم عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مش هزار يعني، لكن الرئيس بيتصرف طبقا لآرثر كريم اللي هو جوز الست المعنية، بيقول انه هو اولا طبعا الرجل متاخد بالجو، لكن قاعد بيحكي. اولا الرئيس بدأ يكلمهم وهما مستغربين جدا، بدأ يكلمهم عن قصة حياته وعن فقره وكيف اجتاز العوائق كلها وكيف انطلق من غير حدود الى المستقبل. طيب وبعدين بيحكي على الاحباطات التي يشعر بها لانه الشعب الامريكي مش فاهم هو بيعمل ايه في فيتنام. يظهر ان كل رئيس ما بيلاقي نفسه مش لا يحقق ما يتصوره، فشعبه هو المظلوم يعني او هو المتهم، وبالتالي فهو بيحكي لهم احباطاته بسبب حرب فيتنام وانه ما حدش راضي يديله الفرصه الكافيه لكي ينهي مهامه. وبعدين بيتكلم بيلفت نظره حاجه غريبه قوي، انه الرئيس بيشرب كتير، وهو هنا في الكلام بيقول ايه، انا لاحظت ان الرئيس بيتكلم وشرب، ده في اول يوم في كامب ديفيد شرب 10 أو 12 ويسكي، ده معناها تقريبا ازازه ويسكي بحالها كده شربها الرئيس وهو بيتكلم. وبعدين بيحكي انه على الساعه 10 بالليل ليدي بيرد مرات الرئيس بدا انها مش مبسوطه كده وطلعت تنام الساعه 10، لكنه وهم قعدوا يكملوا، والرئيس جونسون بيحكي لغايه الساعه 6 صباحا نزلت زوجة الرئيس فوجدت الرئيس ما زال ساهرا يتكلم نص سكران بيتكلم مع ماتيلدا ومع آرثر، والواقع ان ماتيلدا يعني ولسه عمال يتكلم، وبان عليها انها مستغربة زي قعدوا الساعة 6 صباحا، سابتهم الساعة 10 نزلت الساعة 6 صباحا، 10 بالليل نزلت 6 صباحا لقيتهم لسه موجودين، وبدت واضح انها بدت تضايق. وبعدين بيحكي ازاي خدهم معاه بالهليكوبتر، خدهم معاه راحوا معاه اولا بالطيارة راحوا على تكساس بالطيارة الرئاسية، وبعدين بدأ ياخد ماتيلدا بالهليكوبتر يوريها يزورها جيرانه، ياخد ماتيلدا يروح معاها رحلة بحرية وهكذا. في وبعدين بقى وهو ده كل لغاية دلوقتي قصة غرام ما عنديش فيها حاجة، لكن واضح مش واضح، هو بيقول وكلهم بيقولوا كل الشهادات بتقول انه هذه السيدة كان هو بيحكي هنا مثلا هو سألها، هو وجد انها تعرف اسرائيل واكتشف وكان لازم يكتشف من بدري انها مش بتعرف اسرائيل بس، بتعرف اسرائيل وحافظة اسرائيل وبتتكلم عن اسرائيل وهي ولاها لاسرائيل، يعني مع الاسف الشديد ولاها الكامل لاسرائيل وهي تقريبا موجودة توجه ما تقوله إليه وفي ذهنها طول الوقت إسرائيل، إلى درجة أنه يحكي كل الناس الموجودين كلهم يحكوا كيف كانت بتكلموا على إسرائيل. سألها مثلا مرة عن إشكول، قالت له أنه على رئيس الوزراء ليفي إشكول رئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت له تعرف أنه ده شكلك شبهك في حاجات كتير قوي ومزاجه تقريبا زيك، ولما تشوفه أنت هتعجب بيه إلى أبعد درجة، ووجهت دعوة لإشكول يشوفه يتقابل الرئيس جونسون. بدت تديله معلومات عما يجري في إسرائيل، بدت تديله مذكرات رسمية، بدت تتدخل في مقترحات، يعني يحكي كتير قوي يحكوا، ومنهم دونالد ناف ومنهم أورن، أنه كانت تيجي مذكرات متعلقة بموقف بأشياء تجري في السياسة وتجري في إسرائيل، تدخل ماتيلدا كريم تقرأ المذكرات وتؤشر على مذكرات وتبدي أراء وتقبل منها، إلى درجة أنه مشروع جونسون
الخمس نقط الشهيرة لجونسون عن تسوية ما بعد 67، السيدة ماتيلدا كريم دخل بالتعديل فيها في أربع مواقع على أقل تقدير. وهو وكل الناس بدأت تحس أنه ماتيلدا كريم بتلعب هنا دور. لما امشي مع كلام الزوج ألاقي أنه وصلوا في الآخر، وصلنا في الآخر إلى حد أنه أقنعت أو أقنع جوزها أنها تشتري، أنهم يشتروا أرض قريبة منه في تكساس، وأنها تبني بيت سموه ماتيلدا زلودج، سموه كوخ ماتيلدا. التأثيرات بدت تبقى موجودة إلى درجة أنه على طول أول ما جه، أول ما تعقدت أزمة 67، وأول ما بدأ أنه في تلاقي حلفاء او تلاقي اضداد او تلاقي قوة، بدا واضحا انه ماتيلدا كريم بتلعب دور مهم جدا، لانها هي رأس الحربة في تحالف بدا ينشا في هذا الوقت. يعني لما جاء على سبيل المثال في علاقة قوية جدا بينها وبين ايفرون الممثل الدائم للموساد في واشنطن، في لها اسرائيل كان لها اثنين ممثلين رئيسيين، هارمان وهو السفير الرسمي المعتمد لإسرائيل في واشنطن، وإيفرون إيفرون وهو مندوب الموساد الذي كان له نفاذ على كل الجهات. وأنا واضح قدامي أنه هو أولا كان عنده نفاذ من الأول، لكن أيضا تحالفه مع ماتيلدا في هذه الظروف بدأ يبقى في نطاق حديدي تقريبا، لدرجة أنه على سبيل المثال زي آرثر جولدبرغ وهو يهودي هو نفسه بيقول انه كل المجموعة المحيطة حوالين جونسون في هذا الوقت كانت من اليهود. وفعلا يعني لما اشوف انه الاخوين روستو، جين روستو، وولت روستو وهم اخوات وهم يهود، واحد مستشار امن قومي واحد مساعد وزير الخارجية وهو شبه مقيم في البيت الابيض، ولا آرثر جولدبرغ وهو ممثله في مجلس الأمن في الأمم المتحدة أيضا يهودي وكلهم مشيعين لإسرائيل، ولاقي فاينبرغ الممول الرئيسي الموجود معه، ولاقي السيدة ماتيلدا كريم، ولاقي زوج السيدة ماتيلدا كريم، ولاقي هم دول الإطار المحيط بالرئيس في ذلك الوقت. الواحد على وجه اليقين يبتدي. بعدين ماتيلدا كريم احنا عرفنا قبل كده ستات عملوا أدوار كتير في التاريخ، ممكن أو تكون جاسوس، عندنا قصة متهاري لكن جاسوسة بس، ممكن تكون واحدة مؤثرة على جوزها، وشفنا كتير قوي في التاريخ نماذج من ده، جوزيفين مع نابليون شفنا كتير قوي، لكن حاجة واحدة بس. لكن هذه سيدة فيها مش جاسوسة، بتعمل دور أكبر كتير جدا من جاسوسة، وأكبر كتير جدا من عشيقة، وأكتر كتير جدا من، عشان أبقى منصف، هي قالت لدونالد نيف لما دولا نلف، لما انا شفته في نيويورك وكنت بتكلم مع في واشنطن وكنت بتكلم معاه عليها وكنت بساله عليها، لانه انا ما عرفش اقابلها، ما قدرتش، كان بدي جدا اقابلها لكن ما بشكل ما لم اتمكن. وعلى حال كانت عندي شواغل اخرى في وقتها في واشنطن، لكن على حال ما شفتهاش. لكن لانه دونالد نيف وانا بعرفه وهو صديق او زميل قريب يعني، بدات اساله عليها، فبيقول لي هو سالها بوينت بلانك زي ما بيقولوا كده مباشرة، هل كان بينك وبين جونسون علاقة غرام؟ فهي قالت له كان في بيننا، ده كلام أنا بقوله إنصافا يعني عشان أبقى مكمل الرواية من كل الجوانب، قالت له ما كانش بيننا علاقة جنس، لكن كان بيننا ما يمكن أن تسميه، واستعملت الوصف الفرنساوي أميتي أموروز، علاقة صداقة عاطفية مع جونسون، مع واحد زي جونسون، واحد يحط نفسه مثلا في سرير بتاع سكرتيرته ويقول لها don't be scared baby، ما تقلقيش ده رئيسك اللي جنبك بالليل، ده مش بتاع علاقة عاطفية. لكن هي قالت كده على حال. لكن هنا انا قدامش ست، ما هياش جانب واحد، ما هياش فقط جاسوسة، مش جاسوسة، ما هياش فقط عشيقة، ما هياش فقط صديق، لكن واضح انها تمثل حاجة، وانها في الاخر بقت هي عن طريق إيفرون اللي هو مندوب الموساد استطاعت هي أن تكون في وسط دائرة في منتهى الأهمية، لأنه هي تقريبا تكاد تكون هي اللي حلت
المأزق اللي كان فيه الرئيس جونسون في ذلك الوقت، لأنها جمعت كل أطراف الشبكة المؤثرة. الرئيس جونسون في ذلك الوقت وأنا أكلمت فيها كان واضح أنه حائر جدا في أمام مأزق سياسي كبير جدا يواجهه، وهو مأزق أنه هو مقتنع بأنه ضرب جمال عبد الناصر. حكى لي مثلا على سبيل المثال جورج باندي وكان مستشار الأمن القومي، حكى لي مرة وإحنا بعدها بسنين طويلة وإحنا قاعدين مرة بتعشى في سطح سميرميس القديم في فندق سميرميس القديم في القاهرة، بيقول لي إنه هو جمال عبد الناصر استفز جونسون لأنه قال عليه مرة في خطاب شهير في بورسعيد لما جم استعملوا الضغوط علينا بقطع القمح، والسيدة ماتيدا كريم لم تكن بعيدة عن هذه الضغوط، عن إيحاء بهذه الضغوط، لكن على أي حال بيحكي لي ماك جورج باندي بيقول لي انه حصل انه في خطاب قاله جمال عبد الناصر في بورسعيد وهاجم فيه الرئيس جونسون، وقال فيه ان سياسة الكاوبويز رعاة البقر لن تجدي مع مصر. بيقول لي هو بيقول لي انه ما عرفش اذا كان سمعها هو مباشرة بنفسه او نقلت اليه، انه ماتيلدا كريم سمعت الرئيس جونسون بيقول بيشوف ملخص الخطاب، بيوروا له ملخص خطاب بيوريه له والت روستو مستشار الامن القومي لخطاب جمال عبد الناصر بورسعيد وبيقول فيه حكايه كاوبوي. فالرئيس جونسون يظهر اتضايق من حكايه كاوبوي، فقالت له ماتيلدا كريم بقى تدخلت حديث، قالت له ايه اذا كان هو كاوبوي بيقول عليك كاوبوي انت لازم تخليه الهندي الاحمر ده ريد انديان. لكن هنا انا قدام واحدة ست دخلة في كل كل حاجة، لكن هي بجد حلت له الإشكال الموجود عنده، لأنه هو زي ما كنت بحكي هو عنده إشكال كبير جدا متمثل في أنه هو عنده قرار أو عندهم القرار بعدم التعاون مع جمال عبد الناصر، وبأنه هذا نظام لا أمل فيه لأنه لا يستطيع أن يحقق المطالب الأمريكية وهي علاقة قريبة مع أمريكا بعيد عن السوفيات تماما، معاديه لهم اذا امكن، صلح مع اسرائيل، قياده عمليه صلح في المنطقه، وهذه نقط لابد ان تلفت الانظار. لا ترضى الولايات المتحده عن حد الا بهذه المواصفات الثلاثه: صديق قريب، صلح مع اسرائيل، يدعو اخرين يمهد مع اخرين لصلح مع اسرائيل. وهذا موضوع لا يزال بيرن في اذهاننا ولا نزال نرى شواهده حوالينا، يعني ما حدش الدول الكبرى لا تغير سياستها بهذه البساطه ولا تبدل استراتيجيتها لكنه مستمره فيها. فجونسون عنده ده، لكن في 67 عنده محاذير، عنده محاذير كبيره وانا اشرت لبعضها، لكن عنده عقد لابد من قال احد ان يحلها له. العقده الاولى انه يخشى جدا انه هجوم اسرائيلي في هذه اللحظه قد يدعو الى تدخل الاتحاد السوفيتي، لانه اذا دخلت فيه، اذا اسرائيل هاجمت دول عربيه او دول عربيه شاركت في الحرب، فقد يتسع نطاق الحرب وتطول ويطول امدها، وبالتالي تصبح الفرصه متاحه قدام الاتحاد السوفيتي لكي يتدخل، وده هو ما كانش عايزه بكل الاحوال. نمره 2 ان هو ما كانش عاوزه كمان ايضا لكي لا تضطر الولايات المتحده ان تقوم بدور اكبر مما من مجرد المسانده من بعيد او المسانده من قرب ولكن من بعد. ونمره 3 مش عايز اي حاجه تحرج اصدقاء الولايات المتحده في المنطقه، وهو بالتحديد ما خباش في ذلك الوقت، هو كان بيتكلم على السعوديه، بيتكلم على الاردن، وبشكل غريب قوي انه كان بيتكلم ايضا على انه ضروري ما يحصلش حاجه على سوريا. يمكن ده كان تاثير دول عربيه، لكن على اي حال فهو كان راغب في ده، لكن كيف السبيل اليه؟ كيف السبيل الى انه تسيب اسرائيل تعمل اللي عايزاه، تعطيها الوسائل لكي، لأنه هنا لا يكفي إطلاقا أنك تقول لحد I'm going to unleash you، أنا سوف أطلق لك العنان لتفعل ما تشاء، لأنه وأنت تطلق له العنان وأنت تعطيه رخصة ما يفعل لابد أن توفر له الوسائل. وهنا دي كانت أهم حاجة أنك توفر له الوسائل، ولما أشوف الوسائل اللي توفرت لإسرائيل وهي الآن واضحة قدامي، وهي أيضا ليست مبرر لحد على بس عشان ما حدش يتصور انه اي حاجة تانية. قدام الرئيس جونسون في قدامه معادلة تكاد تكون مستعصية،
عايز اسيب اسرائيل تعمل اللي عايزاه، عايز احافظ على العالم العربي، مش عايز احرج اصدقائي في العالم العربي، عايز لام ده اعطي فرصه للسوفيت تدخله، عايز كمان قدام الراي العام. انا مشغول كمان، هو مشغول في فيتنام، ولا يتصور حد انه مطلوب منه في هذا الوقت وشعوره في فيتنام ما هو عليه وشعبيته متدنيه الى ما كانت عليه، ما حدش يتصور انه ده بالنسبه له يقدر يخش في حرب على جبهتين، واحده في الشرق الاقصى وواحده في الشرق الاوسط، او يتصور انه يهتم يدير الاثنين في نفس الوقت، وهو يعتبر الولايات المتحده لها مصالح حيويه شديده جدا في المنطقه. عدد الناس المحرضين له، الناس المحرضين له كتير قوي، في لوبي بتاعت الإسرائيل طبيعي، لوبي إسرائيل نشيطة إلى أبعد مدى، لوبي البترول وهذه مهمة جدا في ذلك الوقت، الشركات البترول الكبرى، وهو الراجل جاي من تكساس، تكساس فيها شركات بترول، هي تكساس هي مقر هيد كوارترز، هي المقر الرئيسي لمعظم شركات البترول الكبرى الأمريكية الكبرى، ودول قريبين منه قوي، ومصالح البترول عنده في الشرق الأوسط كبيرة مهولة يعني، وهو ضغطهم عليه مش بس محسوس، واصل إليه لأنه في ولايته وفي موطنه تقريبا، فواصل ضغط البترول. الإنجليز كمان عندهم، وأنا ده هتكلم عليه بعدين، لكن بقى في الإنجليز كمان، والإنجليز عندهم أسباب كتير جدا في ذلك الوقت وفي الواقع الأمر من أول السويس لغاية زادت دواعيها الغريبة جدا، أن الدواعي الإنجليزية لعمل شيء لتصفية الأوضاع في مصر إلى وضع ملائم لهم بدت تزيد جدا، ووصلت ذروتها سنة 67، أنه في ذلك الوقت كان في قرار الحكومة البريطانية حزب العمال بأنه لا يستطيع مواجهة تكاليف الإمبراطورية الكبيرة بهذا الشكل، وبالتالي اعتمدت سنة 66 وكانت سارية سنة 67 سياسة الانسحاب من شرق السويس، وانجلترا وهي تنسحب من شرق السويس كل المنطقة لشرق السويس معناها بتسيب كل الخليج والهند لغاية هونغ كونغ، بتشيل قواعدها كلها منك، لأنه تكاليف الإمبراطورية كانت بقت تبقى فادحة عليهم. فالإنجليز بقى عندهم كمان دافع، أنه هم خارجين من بعد السويس وفي ذهنهم أنه لابد من تصفية نهائية لهذا الذي جرى لهم سنة 56، ومكملا كان واضح في هذا جدا، وخلفاء مكملا، وأنا شخصيا تكلمت مع مكملا مرات كتير قوي، وهو طبعا معايا ما قاليش انه والله احنا كنا ناويين نعمل كذا وكنا مصممين على كذا، لكن على اي حال هرجع اتكلم انا على مكملاً فيما بعد وعلى سياسه انجلترا، لكن انجلترا في ذلك الوقت كان عنصر ضاغط كبير جدا. السي اي اي اللي لاسبابها وانا برضو هتكلم عليها بالتفصيل كانت بدات تبقى يائسه بموقف في مصر، وموضوع السي اي اي ده كان موضوع معقد مملوء بالعقد الطويلة، لكن اللي حصل انه السي اي اي في ذلك الوقت بقت تحت تقريبا سياستها في الشرق الاوسط تحت تأثير واحد اللي اسمه جيمس انجلتون، وهذا هو الرجل اللي كان من انصار الاعتماد على اسرائيل في الشرق الاوسط وليس على اي طرف اخر، لان الطرف الذي يعتد به في المنطقة. وبعدين بقى في اللوبي اليهودي وباتيلدا كريم، لكن وفي واللوبي الاسرائيلي والوجود الموساد في واشنطن، بقى في هنا بدا يتبدى حلف من نوع لابد من الالتفات ليه، لانه حلف اراد ان يحقق اهداف، ولكن ان يحقق اهدافه كلها بطريقه بالعمل السري وبالعمل الغير المرئي، وإن كان شواهده قدامنا كتير قوي ما عادش ممكن حد يخبي حاجة فيه، لكن على حال واشنطن في ذلك الوقت بقى فيها تقريبا تحالف جديد لأجهزة سرية بدت تعمل، وهي متمثلة بالدرجة الأولى في ثلاث أجهزة، السي اي اي وفيها في ذلك الوقت ريتشارد هيلمز وتحته جيمس انجلتون، وبعدين الام اي 6 البريطانيه وبقالها مندوب، عمر ما حد قال لنا مين هو مدير الام اي 6 المخابرات الخارجيه البريطانيه اللي هي بيسموها كنا دايما نسميها قلم المخابرات السريه البريطانيه، باستمرار كان يرمز الى رئيسها بانه مستر اكس، وعمرهم ما قالوا اسمه مش زي الامريكان. السي اي اي رئيسها
تقريبا، مش تقريبا، رسميا بيعلن اسمه ضمن الافراد المهمين جدا في الادمنستريشن، في الاداره الامريكيه. وبعدين عندنا ايفران الممثل الدائم للموساد الاسرائيلي، وفي ذلك الوقت انضم اليه ايضا لو نفتكر في الايام الاخيره من مايو سنه 1967 انضم الى ذهب الى واشنطن مايل اميت مدير المخابرات الاسرائيليه، مدير الموساد بنفسه. وهنا انا امام تحالف مخيف من ثلاث قوى، امام تحالف في الموساد، في الام اي 6، في السي اي اي. وهنا كمان ده كل هذا التحالف الامني الكبير وحواليه شركات البترول وحواليه مجموعات اللوبي المختلفه وحواليه القوى الراغبه، حواليه كمان تحيزات رئيس جونسون، تحيزات الراجل اللي عاوز، والله اذا كان بيقول عليا جمال عبد الناصر قليل انا كاوبوي راعي بقر، طيب انا هبقى اخليه هندي احمر. هنا انا في جو مشحون بعداء، في أجهزة سرية تملك وسائل مذهلة العمل، وهم بيرتبوا في الترتيبات الجارية. وماتيلدا كريم في هذا كله، في هذا التحالف الضخم في العمل ده كله، ماتيلدا كريم تكاد تكون حاجة غريبة قوي مبعوثة هذا كله تمثله لدى رئيس أمريكي، لأنه في هذه اللحظة وبهذا الشكل ماتيلدا كريم مش بتنقل بس، مش بتنقل عن الرئيس وإليه، ومش بتأثر عن الرئيس وتنقل عنه انطباعاته، مش يعني لما أتصور لما بيحكولي مثلا على سبيل المثال وهي ظاهرة قدامي في كل حاجة إنه بيكلمها في التليفون حتى لو ما كانتش معاه، أما أشوف أين كانت ماتيلدا كريم في الأيام الحاسمة من مايو، ألاقي تقريبا إنها من أول 26 مايو لم تفارق الرئيس، لم تفارقه بمعنى إنها كانت موجودين معاه في تكساس هي وجوزها، وبعدين رجعوا معاه إلى نيويورك وكانوا موجودين في عشاء رسمي موجود وهي كانت موجودة جنبه في عشاء كبير في نيويورك، والبرقيات اللي جاية متوالية، والرئيس يعني الرئيس بيبص في برقية ويديها لماتيلدا تبص فيها وتتكلم معاه في اللي فيها، ومساعديه كلهم يشوفوا ده، وبعضهم قابل ده ومتحمس له بالعكس، يعني يكاد يكونوا بيحرضوها على ده. وبعدين لما حصل ليلة 5 يونيو كل التقارير تقول لي انه ماتيلدا كريم كانت بايته في البيت الابيض من اول 3 يونيو، ماتيلدا كريم موجودة في الأوضة 303 في الغرفة رقم 303 في البيت الأبيض في الدور العلوي، وكل الناس بيقولوا إنه ليدي بيرد زوجته واز برودينج طول الوقت، بتبرطم طول الوقت، لكن البرطمة هنا لا نفعت ليدي بيرد، ليدي بيرد كانت يبدو إنه علاقته بها كانت سيئة، يعني علاقة الحد الأدنى في علاقة زوجية مع اثنين في سن معين وهو في سن 58 وهي 57 كمان، ما عندهاش فرصة تقاتل واحد عمرها 38 سنة في عنفوان شبابها يعني. وهي ليدي بيرد مراته مش كل الشهادات، يعني واضح انها كانت ست بشكل او اخر يعني منطوي على نفسها، وهم مسمينها ليدي بيرد على اسم في حشرة تعتبر دليل حظ او جالبة الحظ، حشرة صغيرة في امريكا يعتبروها، هي حشرة صغيرة قوي لونها برتقالي وفيها خطوط سودة وبيسموها ليدي بيرد، وهي بيدلعوها على اي حال بيقولها الاسم ده او اسمها الحقيقي مش متأكد انا، لكن واضح انها ست منطوية لانه في حاجات بتحصل قدامها، لو انها يعني في حاجات غير مقبولة، في حاجات انه هذه الضيافة الدائمة، انا بتكلم غير مقبولة بالنسبة لزوجة، هذه الضيافة الدائمة، هذا الوجود المستمر مع الرئيس، هذا التأثير الواضح اللي بيتكلموا عنه كل الناس على الاقل في الدائرة المحيطة بالبيت الابيض، لما واحدة سكرتيرة في مكتب الرئيس تقول انها بتشوفها جاية وبتطلع معاها جهرا نهارا كده على الدور الثالث، هنا في كلام قد السكرتيرة ما تهتمش، ست هلسل قد لا تهتم، لكن ليدي بيرد مراته لابد أن تكون عندها، لكن في كل الأحوال
هذه السيدة في الأيام الحاسمة الأخيرة لم تكن بعيدة إطلاق عن لدرجة أنه كانت هي على سبيل المثال جاله فايبرغ وهو واحد من أهم أعضاء اللوبي الإسرائيلي وجاله هم في العشاء بتاع نيويورك وهو يروي وهي تروي وكلهم بيرووا أنه جه بينه وبين ماتيلدا وقال له سيادة الرئيس الأخبار اللي جاية لي إنهم مش هيقدروا يستنوا في إسرائيل أكتر من كده هيضربوا خلاص. وهي قالت له دخلت سمعت الكلام ودخلت في الكلام وقالت له إنه الوقت هيفوت بالنسبة لهم they should strike خلاص يعني وإنه ما قالش حاجة. والحاجة الأخطر إنه ليلة البدء العمليات والت راستو مستشار الأمن القومي كلمه الصبحية كلمه الفجر صحاه من نوم الفجر توقيت واشنطن وقال له ان العمليات بدت في الشرق الاوسط وانه بدت عمليه ذا تركي شوت اصطياد الديوك الروميه وده كان اسم رمزي للعمليه. ايه اللي عمله الرئيس؟ قام بملابس النوم راح على الاوضه 303 خبط على الاوضه اللي فيها الست ماتيلدا عشان يخش يقول لها ماتيلد وهو على الباب لسه يعني بدوا ابتدت العمليه جود نوز ربنا يعرف عمل ايه بعدها يعني راح اتصرفوا ازاي يعني ما اعرفش. لكن هنا انا قدامي حاجه ست مؤثره جدا ست المؤثره دي تقريبا تكاد تكون هي موجوده جنبه في البيت الابيض او قريبه منه في كل حته بيروح فيها في تكساس في الكام ديفيد في اي حته. لكن هي مع التحالف الكبير اللي بره التحالف الامني حلت له المشكله. هو كان خايف كل العوامل اللي كنت بتكلم عليها خايف من السوفيات يتدخلوا خايف من الأصدقاء أمريكا في المنطقة يحرجوا خايف من الحرب تمتد فتؤثر على كل الناس خايف من تضارب بين الحرب دي وبين فيتنام. فهي كان ببساطة كده مستعد أقول ما فيش قدامي دليل يقول الكلام ده لكن كل شيء يوحي أمامي إنها هي هذه الإشكالية التي تواجه الرئيس هي تمكنت حلها حل هو العمل السري. وانه الغلطه اللي عم تحصل سنه 56 وهي انه في دخلت ثلاث دول تقاتل في الشرق الاوسط او تقاتل مصر مع تاميم قناه السويس انتهى عهدها ما فيش كلام من ده. وانما هنا في عندي بدل ما تخش جيوش وبدل ما تقعد رؤساء ويمضوا معاهدات وكلام من ده كله ويبقى في ورق لا في مشكله في قضيه مواجهه من نوع اخر. انليش اسرائيل اطلق العنان لإسرائيل وديها الوسائل ولكن من يعمل ليس دول وليس جيوش وليس في ورق لكن أجهزة مخابرات لديها كل وسائل الفعل. لما أشوف أنا السي آي إي مثلا وفرت إيه لإسرائيل في هذا الوقت أجهزة إنذار مبكر أجهزة دفاع داخلي كامل على الجبهة الداخلية وفرت أجهزة شفرة حل شفرة كاملة بحيث أنه إسرائيل بقت ممكن هي من الأول الحياة كانت بتحل حاجات كتير قوي عندنا لكن لم تعد هناك شفرات مستعصية عليها إطلاقا. وفرت حاجة غريبة قوي يحكولي في مشهد غريب جدا أول ما حصل الخليج العقبة قفل خليج العقبة كان في صفقة سلاح موجودة لإسرائيل بسبعين مليون دولار لكنها متعطلة لأن وزارة الدفاع الأمريكية في العادة وزارة الدفاع وزارة الأمريكية أو وزارة الخارجية لما يحصل في صفقة سلاح مع أي بلد ثم يدخل هذا البلد في أزمة قد تؤدي إلى استعمال السلاح أول حاجة يعملوها أنهم يوقفوا شحن السلاح لغاية ما يصدر قرار سياسي بأنه إما أن توقف الشحنة وإما أن ترسل. اللي حصل في صفقة سلاح بتاعت 70 مليون دولار في ذلك الوقت أنه وزارة الدفاع بالإجراءات الطبيعية الروتينية وقف في نفس اليوم الإيقاف نفس يوم الإيقاف التعليمات ماتيلدا بتكلم جونسون وبتقول له إنه في صفقة لإسرائيل. هي هنا بيقول آرثر بيقول إنه هو كلمه كمان جوزها يعني لكن واقع الأمر هي كلمته وقالت له إنه في صفقة لإسرائيل. صدرت الأوامر انه الصفقة مش بس تمشي في طريقها لكن انه ما فيش وقت للشحن من امريكا
ولأن الصفقة لابد أن تصل بسرعة فتقرر تعويضها بمصدرين. الولايات المتحدة الأمريكية لها مخازن أسلحة في عدد من القواعد في العالم، بينها إسرائيل وبينها إيطاليا على سبيل المثال، مطرح ما فيه القيادة البحرية للأسطول السادس، تصدر الأوامر على طول. المخازن الموجودة في إسرائيل عندها اللايسنس، عندها التفويض والتصريح تفتح في حدود ما هو متفق عليه مما عندها. يحكي لي ريتشارد هيلمز اللي هو رئيس السي اي، يقول حاجة غريبة جدا، يلفت نظره أن إسرائيل تطلب بالعجلة، في داعي العجلة لم تطلب الأسلحة باسم الأسلحة مدافع كذا مثلا أو كذا، لا، طلبتها برقم الكود السري، برقم الرقم السري المعطى لكل بند من هذه الأسلحة في مخازن الجيش الأمريكي. يعني كانت عارفة قطع السلاح أو أنواع الأسلحة مخزنة في المخازن سواء في إيطاليا أو في إسرائيل أو في غيرهم تحت أسماء سرية، وإسرائيل تعرف هذه الأسماء أو الأرقام، وقد طلبت الأسلحة عشان يستعجل الأمور بسرعة، حدش فضل عندي راجع الجداول وراجع الكشوفات القديمة وبتاع، ده بالأرقام الشفرية وقد كان. لكن هنا هذه أنا قدام حاجة حقيقي، يعني أنا والله بحقيقي ما كنتش متصور إطلاقا أنه كلنا بنعرف نفاذ اللوبي الإسرائيلي، لكن بنتكلم على نفاذ اللوبي الإسرائيلي في حدود جمع التبرعات الحملات الانتخابية، في حدود حشد الأصوات بشكل أو آخر، في حدود التأثير المباشر على الإعلام الأمريكي وعلى الجرائد والتلفزيون والسينما حتى كمان إلى آخره. لكن عمره ما حصل إلى هذه الدرجة أنه النفاذ كان واصل وإلى القلب مباشرة في لحظة شديدة حروجها. وهنا علامة الاستفهام الكبرى على دور السيدة ماتيلدا كريم، وهنا لغز من ألغاز 67، وهنا في قضية أشبه ما تكون زي ما على دونالد نيف بيقول إنها مزيج من قصة غرام، قصة بوليس، قصة جاسوسية، لكنها في بعض المواقف كانت فعلا داعية إلى انحباس الأنفاس تقريبا. تصبحوا على خير.